مساء الخير مشاهدينا ومستمعينا، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة بتوقيت السعودية التي نقدم من خلالها أبرز أخبار وملفات السعودية والخليج. هذه أبرز عناوين اليوم. قدمت تخفيضات تطوعية أدت إلى هذه النتيجة. وزير الطاقة السعودي يدعو إلى العقلانية قبيل اجتماع أوبك بلس ويؤكد على دور السعودية المحوري في سوق النفط. أسواق النفط العالمية تترقب الاجتماع الحاسم لأوبك بلس حول رفع الإنتاج وتمديد الاتفاق. مصادر العربية تكشف عن آلية تفويج الحجاج هذا العام، 6000 حاج كل 3 ساعات. في الرابعة أيضا، الموارد البشرية تعلن توظيف أكثر من 400,000 سعودي وسعودية منذ بداية العام الحالي. وفيما تترقب أسواق النفط العالمية الاجتماع الحاسم لأوبك بلس اليوم الذي سيناقش رفع الإنتاج وتمديد الاتفاق، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة خاصة مع قناة العربية إن السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية، مشيرا إلى أنها كانت أمثل الدولة متوازنة راعت مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك بلس، وأن حجم التخفيضات التطوعية السعودية بلغ 400,000 برميل يوميا لمدة 14 شهرا. حضرت من مجمل 23 دولة، حتى بعض الدول اللي هي ليست جزء من الاتفاق باركت الاتفاق، فالتوافق قائم موجود فيما عدا دولة واحدة. هذا المستوى من المخزون اللي وصلنا إليه الآن ما كان ليأتي لولا أن المملكة قدمت تخفيضات تطوعية أدت إلى هذه النتيجة اللي حسنت أوضاع السوق وخفضت المخزون للمعدلات اللي مطلوبة من أوبك بلس، اللي تعطي السوق أيضا الثقة أنه ما قامت به دول أوبك بلس مجتمعة والمملكة تطوعا أدى إلى تحسن أوضاع السوق وأدى إلى إيجاد الاستقرار في السوق وأدى إلى تخفيض المخزونات العالمية. ولفت وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إلى أن المقترح السعودي الروسي هو مقترح سعودي أساسا وتم مناقشته مع أوبك بلس. التمديد زي ما ذكرت لك ناصر هو موجود في الاتفاقية، أما زيادة فهي لم ترد في الاتفاقية. لكن أذكر يعني زي ما قلت لك ناصر، المقترح مقترح سعودي ثم أصبح مقترحاً روسياً سعودياً بحكم أن الرئيس والشير والكوتشير أو الرئيس والرئيس والرئيس المشارك. لا يمكن يعني خليني أعطيك مثال، 5,800,000 أنت رجال تعرف الأسواق وتعرف وتابعها ما شاء الله عليك بطريقة جيدة أو متميزة حتى. تسلم. 5,800,000 حتى بافتراض ان نبي نستمر في 400,000 هذه كل شهر من بدايه من اغسطس لن تنتهي الا في سبتمبر 2022. من باريس ينضم الينا الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف الشمري. دكتور يوسف حياك الله معي في نشره الرابعه. في ضوء هذه التصريحات لوزير الطاقه السعودي وكذلك تصريحات وزير الطاقه الاماراتي يوم امس، كيف يمكن النظر إلى حجم صعوبة النقاش في هذا الاجتماع الذي يمكن أن يوصف بالحاسم في مسألة يعني التعامل مع الخلاف بين أوبك بلس والإمارات؟ أهلا وسهلا أخي خالد وسعيد في الحديث معكم مجددا. هو فعلا مسألة خلينا نقول حرجة نوعا ما، وأعتقد أنها قد يكون تحدي يواجه أوبك بلس منذ تأسيس المجموعة في عام 2016. لكن لو ننظر للنواحي الفنية، النواحي الفنية اللي بيّنها سمو وزير الطاقة السعودي جدا واقعية ومنطقية بشكل كبير.
لأنه لو نبي نفتح إن الآن مسألة هو تغيير البيس لاين، هو الخط اللي تستند عليه الدول في احتساب تخفيضاتها، لو رفع هذا المستوى إلى زي ما حسب مطلبت دولة الإمارات، حيفتح مجال إلى هو تغيير في توازن الأسواق بشكل كبير. لأنه لو بنرجع مثلا المملكة العربية السعودية مثلا، الريفرنس عندها والسقف كساعتها الإنتاجية عندها 13 مليون، ولكن ما تنتج إلا عند 8.5 مليون برميل. فخلينا نقول هي كمان يعني أكثر من ثلث السعة غير مستوية، ولم تطالب المملكة العربية السعودية بنصيبها من هذه المسألة. يعني هي احتسبت إنتاجها من عند 11 مليون برميل، إضافة أنه تمديد الاتفاق في الوقت الحاضر أهم من زيادة اللي هو البيس لاين، لأنه هنالك حوالي 5.8 مليون برميل، هذه اللي هي حاليا في إجمالي أوبك بلس المأخوذ من الأسواق حاليا، المفروض أنه يعاد خلال الأشهر القادمة. ولو نبي نخلينا هم المفروض أن يزيدون 400 ألف برميل كل شهر، فيحتاجون أقل شيء إلى سبتمبر 2022 إلى العودة كامل 5.8 مليون برميل إلى الأسواق. إضافة إحنا عندنا متغيرات مع الطلب دلتا كوفيد 19، قد يكون هنالك عودة من النفط الإيراني أو من ليبيا، فيحتاجون إلى شهرين أو 3 أشهر احتياط. فطلب التمديد إلى ديسمبر 2022 حتى في نظر إنه هو يعتبر الأهم في الوقت الحاضر، حتى يعطي نوع من الاستقرارية للأسواق على في خصوصا في العام 2022، خصوصا أن الأسواق حاليا في نوع من فترة التعافي. هذا إذا حدث هناك تنازل في اجتماع اليوم، لكن خلينا نتكلم عن السيناريو الآخر، ماذا إذا فشلت مفاوضات هذا اليوم؟ أعتقد أنه لو ما كان هنالك اتفاق، فبالتالي سنأخذ السيناريو الآخر أنه ما يكون فيه تمديد في الاتفاق، وبالتالي تواصل الأسعار صعودها، قد تصل إلى 80 دولار، قد تتجاوز 80 دولار في الأشهر القادمة، وبالتالي قد تنعكس سلبا على مستويات التضخم، قد يكون له أيضا آثار سلبية على سياسة الفدرالي الأمريكي حاليا في حفاظ على مستويات الأسعار الفائدة عن مستويات جدا متدنية. فقرار أوبك اليوم سيكون أعتقد إذا ما كان هنالك اتفاق قد ينعكس أيضا على سياسات الفدرالي الأمريكي في الأشهر القادمة، حتى يكون هناك في تحكم في مستويات التضخم. أواخر العام الماضي كان هناك تلويح من الإمارات بالانسحاب من أوبك، هي لم تعلن ذلك بشكل صريح اليوم، لكن هل يمكن أن ينظر إلى ذلك من ضمن الخيارات التي ستعتمد عليها دولة الإمارات في التعامل مع هذا الموقف في اجتماع اليوم، وماذا يمكن أن يحدث إذا ما خرجت الإمارات من أوبك؟ هو قرار سيادي من ناحية يعني استمرارية الإمارات كعضو مهم في منظمة أوبك أو خروجها من منظمة أوبك. نرجع على سبيل المثال، قطر خرجت في الأعوام السابقة حوالي قبل سنتين من منظمة أوبك، لكن ما يعني استمرت المنظمة في أنشطتها وفي حفاظها على استقرارية الأسواق. أنا ما أبغى أرسم هذا السيناريو، لأن حسب ما سمعت من معالي وزير الطاقة الإماراتي أنه ليس هنالك تفكير في الانسحاب من منظمة أوبك، لكن أعتقد أنه يعني هنا مسألة يبغى لها نوع من اللي خلينا نقول تبدية الأولويات. إحنا الآن عندنا أولويات اللي هو إعادة تعافي الأسواق من أزمة كوفيد 19 ومناقشة مسألة البيس لاين في أوقات أخرى، هذا في نظري أنه مفروض يركزون عليه في الاجتماع الحاضر، حتى يحافظ نوعا ما على السوق في الفترة، وحتى أيضا نحافظ على الإنجازات اللي حققناها في 2020 و2021. هل يمكن أن تخرج يعني بفائدة تحقق مصالح الإمارات؟ الإمارات تبحث كما يقول أحد الخبراء في مركز دراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن بأنها ستستمر لتصل إلى خط أساسي أعلى، هل ذلك الأمر وارد؟ هل يمكن أن يخرج أحد المخرجات في هذا الاجتماع ويحقق هذه الرغبة لدولة الإمارات؟ ما أقدر أستبعد هذه المسألة، لكن حسب ما سمعت من تصريح سمو وزير الطاقة السعودي أنه ما في مجال للمسألة أنه هو تغيير البيس لاين. فأنا أعتقد أنه حتى لو ننظر حتى من النواحي الفنية، أنه رفع البيس لاين قد يسبب أيضا خلينا نقول نوع يرسل رسائل غير مستقرة للأسواق، خصوصا في وول ستريت إذا تم رفع البيس لاين، لأنه قد يفتح على دول أخرى. فأنا لا أعتقد أستبعد أن مسألة أنه هو تغيير البيس لاين من الاجتماع اليوم. هل يمكن أن يتحول هذا الخلاف إلى حرب أسعار أو إلى انهيار لأسعار النفط؟
ما أتصور حالياً إن إحنا في مسألة في حرب الأسعار، خلينا نقول زي السيناريو اللي حصل في أبريل أو في مارس السنة الماضية. ليه؟ لأنه هنالك اختلاف لما حصل مثلاً بين المملكة العربية السعودية وأشا وزيادة الإنتاج إلى أعلى مستوياته. ما أنا هذا السيناريو، لأنه حالياً الإمارات تنتج يعني 4 مليون برميل، المملكة العربية تنتج عند 13 مليون، فلا أشاهد هنالك مسألة في حرب الأسعار بين كلا المنتجين. لكن أعتقد أنه كلا المنتجين مهمين في الحفاظ على الأسواق، في الحفاظ أيضا على خلينا نقول تماسك المجموعة أوبك بلس وتماسك المنظمة، ونأمل أنه يكون فيه هنالك اتفاق، نأمل أنه أيضا هنالك خلينا نقول هو تبديد للاتفاق. هذه المسألة الأهم اللي المفروض يحافظ عليها في الاجتماع اليوم. شكرا جزيلا لك من باريس الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف الشمري. تواصل قوات الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية تقدمها باتجاه مدينة البيضاء وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي، حيث أطلقت عملية تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات استراتيجية ومناطق واسعة من الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء. وحررت أيضا قوات الجيش العديد من المواقع المهمة وأمنتها في مديرية الصومعة. في المحور الغربي بمديرية الزاهر حرر الجيش العديد من القرى في محيط مديرية ذي نعم. تمكن الجيش اليمني من تحرير مناطق واسعة وصولا إلى المرتفعات المطلة على مركز مديرية الزاهر. من محافظة حجة ينضم إلينا موفد العربية عبد المحسن الحربي. عبد المحسن مرحبا بك، ما هي آخر التطورات على الأرض؟ نعم خالد، في ظل اتجاه الأنظار إلى مأرب والحرب الدفاعية التي تخوضها قوات الحكومية مسنودة بالمقاومة، فجأة ودون مقدمات بدأت هذه المعركة مفاجئة وحققت نتائجا سريعة في محافظة البيضاء، حيث انطلقت هذه المعركة قبل 3 أيام من الجهة الغربية لمحافظة البيضاء وتحديدا في مديرية الصومعة، وحققت نتائجا كبيرة خلال اليومين الماضيين. العملية لم تتوقف عند ذلك، أطلقت عملية أخرى من الجهة الغربية لتستمر عمليات تحرير العزل والمديريات إلى صباح هذا اليوم، حيث أعلن تحرير مديرية الزاهر بشكل كامل هذا الصباح بعد معارك ضارية دامت في تلك المناطق في مديرية الزاهر. هذه المديرية المهمة التي تكون على أو موقعها على مشارف مركز أو عاصمة محافظة البيضاء، حيث تقدمت الجيش الوطني ومسنودا بالمقاومة وبإسناد جوي من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى أكثر من ذلك وإلى مقربة من عاصمة هذه المحافظة، حيث يفصلهم ما يقارب 8 كيلو من هذه العاصمة ليتم تحريرها خلال ربما الساعات القادمة لا نعلم، ولكن المعارك حتى الآن هي ضارية وسط انكسارات كبيرة لميليشيا الحوثي في هذه اللحظات وخلال الأيام الماضية، غنم على إثرها الجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة، عدد كبير من الأسلحة التي استولت عليها ميليشيات الحوثي من مخازن الجيش اليمني، سواء كان من أسلحة خفيفة وثقيلة وعربات خلال هذا اليوم والأيام الماضية. الجيش الوطني الذي أطلق على هذه العملية النجم الثاقب أعلن أنه سيستمر في هذه العملية حتى يحرر محافظة البيضاء بشكل كامل، بدءا من هذه العمليات التي انطلقت في محورين، المحور الشرقي والغربي. أيضا تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية استهدف تعزيزات حوثية أرسلت إلى هذه المحافظة، حيث وبعد الانكسارات التي تكبدتها ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية والساعات الماضية أرسلت
تعزيزاتها، لكن طيران الجو السعودي في تحالف دعم الشرعية استهدف هذه التعزيزات ليساند القوات على الأرض وهي القوات الحكومية اليمنية مسنودة بالمقاومة. خالد، شكرا جزيلا لك. من حجة موفد العربية عبد المحسن الحرب. رابعة مستمرة تتابعون فيها بعد قليل. استمرار تقديم اللقاحات لمخالفي الإقامة والعمل في مختلف مناطق السعودية مجانا وشهادات تحصين خاصة له. أهلا بكم من جديد. اعتمد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن نايف الخطة الأمنية العامة لإقامة مناسك الحج في العام الجاري والتي راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والمرورية إضافة إلى الجانب الإنساني وفق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا. هذا وتبدأ وزارة الداخلية اليوم معاقبة المخالفين بغرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال قابلة للمضاعفة بحق من يحاول الدخول لمناطق الحج دون تصريح. وبعد اعتماد الخطة الأمنية للحج، استعرض الأمن العام السعودي مجريات تنفيذ هذه الخطة واستعدادات كافة القطاعات الأمنية والعسكرية، كما ناقش أيضا الخطط التنظيمية الإضافية التي شملت خطط المساندة والوقاية والطوارئ. جاء ذلك في الاجتماع الثالث للجنة الأمنية في الحج الذي عقد في مدينة جدة للتأكد من جاهزية كافة القطاعات لتنظيم أداء مناسك الحج وتوفير الأمن للحجاج خلال تنقلاتهم في المشاعر المقدسة. وفي مكة المكرمة، أفاد مراسل العربية باعتماد خطة تفويج الحجاج لبدء أداء مناسك الحج على مرحلتين بداية من 17 يوليو الجاري، وذلك عبر خدمة النقل الترددي لتفويج 6,000 حاج كل 3 ساعات. الأمر في المرحلة الأولى التي ستنطلق من المراكز المتخصصة على مداخل مكة إلى الحرم المكي. من الرياض ينضم إلينا المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ. عميد سامي، حياك الله معي في نشرة الرابع. أولا، ما هي أهم ملامح هذه الخطة المعتمدة في موسم حج هذا العام؟ حياك الله أستاذ خالد، أرحب فيك بداية وأرحب في الأخوة والأخوات مشاهدي ومتابعي قناة العربية. أهلا وسهلا بكم جميعا. بالضبط أستاذ خالد، يعني كما ذكرت قبل قليل أن سمو سيدي وزير الداخلية حفظه الله الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس لجنة الحج العليا قد اعتمد الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية المتعلقة بموسم حج هذا العام. هذه الخطط أستاذ خالد روعية فيها حقيقة في إعدادها، بداية البروتوكولات، مراعاة البروتوكولات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتعلقة بالحيلولة دون انتشار وباء فيروس كورونا بين الحجاج أو أيضا العاملين على خدمتهم. اشتراطات الصحية كانت حاضرة، يعني الأمن العام الحقيقة في كل عام يعني اعتاد أن يعد الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية وأن ينجح الحقيقة في قيادة المراحل المتعلقة بتفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين مناسك أو بين يعني مشاعر الحج في رحلة الحج الكبرى. الجديد هذا العام الحقيقة هو يعني أن يراعى في هذه الخطط تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية والاستفادة أيضا المسلم من الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وتسخير كافة الإمكانيات الحقيقة للخروج بموسم حج ناجح بعيدا عن يعني الإصابات لا قدر الله بهذا الوباء بين الحجاج أو العاملين على خدمته. بالتأكيد كم عدد أفراد الأمن المشاركين في الخطة التنظيمية الموسم هذا الحج أو في التنفيذ؟ الخالد، الحقيقة أنه يعني قوات الأمن تشارك بالأعداد يعني التي يعني تتواءم مع المقدرة على تنفيذ الخطط وحماية المشاعر من دخول المخالفين لأنظمة الحج وأيضا تطبيق الأنظمة والبروتوكولات الصحية بكفاءة وفعالية عالية. فبالتالي القوات المشاركة هي امتداد لأعمال الأمنية المعتادة في كل يعني المواسم وفي كل المواقع، هي تشارك الحقيقة بالأعداد التي تتواءم مع المقدرة على تنفيذ الخطط. وش آليتكم المعتمدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية عميد سامي؟
هي استاذ خالد يعني لعل يعني البروتوكولات الصحيه نصت على تطبيق التباعد الجسدي، تطبيق الاجراءات الاحترازيه كافه، غسل اليدين، لبس الكمام الى غير ذلك. الحقيقه من ان يكون ايضا المشاركين في او العاملين في خدمه الحجاج من المحصنين والذين حصلوا على جرعتين من يعني الوقايه من الفيروس، ايضا المشاركين ايضا او من يقع عليهم الاختيار في الحج ايضا يفترض ان يكونوا كذلك من المحصنين. فبالتالي جميع الخطط تراعي ان يكون يعني الحجاج في مسافات آمنة بينهم وبين بعض، أيضا أثناء تنقلهم وتفويجهم، دخولهم أيضا إلى صحن المطاف يعني وأدائهم للنسك سواء في المطاف أو في المسعى أو في جسر الجمرات يكون بالأعداد التي تتوائم أو تتوافق مع المقدرة على تطبيق الإجراءات الصحية وتطبيق البروتوكولات بشكل عام. خبر حذرتم فيه من محاولات البعض من الدخول أو سلك طرق غير نظامية للوصول للمشاعر، وش معنى العقوبات المضاعفة وماذا عن خطتكم أيضا في متابعة حملات الحج الوهمية؟ بالضبط أستاذ خالد، يعني لعل في طور يعني أيضا تطبيق الإجراءات الصحية والبروتوكولات بشكل عام التي تقي من انتشار وباء فيروس كورونا أو الحد من تفشي هذا الوباء سواء بين الحجاج أو العاملين على خدمتهم، أنه أيضا سن التنظيم المتعلق بتطبيق العقوبة بحق من ينوي الدخول إلى المشاعر المقدسة أو إلى المشاعر المقدسة نعني بها مشعر منى ومزدلفة وعرفات أو إلى المسجد الحرام، يعني العقوبة على من يحاول الدخول إلى هذه المشاعر من غير الحصول على تصريح، إما أن يكون حاجة نظاميا أو يكون من العاملين على خدمة الحجاج. العقوبة المقررة بحقه هي الغرامة بمقدار 10,000 ريال، تبدأ تطبيقها أستاذ خالد اعتبارا من هذا اليوم 25 من شهر ذي القعدة، امتدادا حتى يعني يوم 13 من شهر 25 ذي القعدة حتى 13 أو 13 يوم الحجة، يعني بعد انتهاء موسم الحج. تتضاعف العقوبة في حال محاولة الشخص أيضا تكرار المحاولة أو تكرار الدخول إلى المشاعر المقدسة من غير الحصول أو الميناء أو منطقة مكة المكرمة أو مدينة يعني الحرم المكي الشريف من غير الحصول على تصريح نظامي. بالتالي يعني قوات الأمن يعني قد استعدت مبكرا لحماية حمى المشاعر، فوق أمني متابعة المخالفين، مراقبة جميع الطرق سواء الطرق الزراعية أو الطرق البرية أو أيضا الطرق يعني الصحراوية التي تؤدي إلى الدخول إلى المشاعر المقدسة أو إلى يعني المسجد الحرام من غير الحصول على التصريح. سيتم يعني التعامل بحزم وبجدية، رجال الأمن بالتأكيد هم معنيون بصحة وسلامة الحجاج وأن يؤدوا نسكهم بأمن واطمئنان وصحة، فتطبيق العقوبات وضبط المخالفين لا تهاون فيه يعني، وسيتم الضبط والقبض والإعلان أيضا عن من يتم ضبطهم والقبض عليهم وتطبيق العقوبة بحقهم. شكرا جزيلا لك من رياض المتحدث الرسمي لقوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ. تواصل صحة مكة المكرمة حملتها الميدانية لتطعيم السكان ضد فيروس كورونا ممن لم يسبق لهم أخذ اللقاح من مواطنين ومقيمين إقامات نظامية، إضافة للمخالفين الذين يشكلون 50% من الفئات المستهدفة. الحملة الميدانية المكونة من فرق طبية تقوم بفرز المستهدفين لتسجيلهم في تطبيق الصحة من خلال أرقام هوياتهم، في حين يتم التعامل مع مجهولي الهوية أو مخالفي نظام الإقامة والعمل باعتماد جوازات سفر بلدانهم أو الأوراق الثبوتية من قبل السفارات، ثم يتم منحهم بطاقات تحصين بدلا عن تطبيق توكلنا. من مكة المكرمة ينضم إلينا مراسل العربي سلطان السلمي. سلطان، تتواجد في أحد الأماكن المجهزة لتلقيح المقيمين، انقلنا صورة ما يحدث الآن. نعم خالد، تواصل صحة مكة ممثلة في الفرق الميدانية الطبية حملات إعطاء اللقاحات لمخالفي الأنظمة من خلال الوصول إلى الأحياء السكنية التي يقطنون فيها هؤلاء الفئة من المقيمين المخالفين للأنظمة من خلال إعطاء اللقاحات لهم. أيضا يتم إعطاء اللقاحات الجرعة الأولى والثانية كذلك، أيضا لمن لا يحمل الإقامة يتم إعطاء اللقاح بشكل فوري، هنالك آلية خاصة لذلك. أيضا من يحمل الإقامة النظامية كذلك يتم إعطاء اللقاحات.
الانتشار داخل الأحياء من خلال الجمعيات الأحياء بالاتفاق مع الفرق الميدانية. هنا يتم الاجتماع بشكل أسبوعي وبشكل دوري من خلال التواجد الفرق الميدانية هنا في المساجد أو حتى في البراحات أو المجمعات أو الأماكن المخصصة لإعطاء اللقاح. أريد أن الكاميرا تتجول حاليا، نرى الآن فرق الطبية كاملة جدا، هنالك ممرضين، هنالك أطباء واستشاريين ومشرفين يقومون بإعطاء اللقاحات بشكل مستمر للنساء والرجال من مختلف الجنسيات. بدأت هذه الفرق الميدانية زميلي خالد ومشاهدينا منذ شهر، وصل أرقام المستفيدين من اللقاحات إن كان الجرعة الأولى أو حتى الجرعة الثانية أكثر من 10,000 شخص. هنا يتم إعطاء الهويات أو حتى لمن لا يحمل الهوية أخذ المعلومات من خلال آلية خاصة بوزارة الصحة ليستفيد الجميع أو كل من يسكن السعودية من هذا اللقاح، مخالفين أو حتى عكس ذلك. هناك فرق طبية مخصصة، نرى إعطاء اللقاح هو أسترازينيكا من خلال تجهيز العبوات من عبوات خاصة، كذلك كوادر طبية متدربة قادمة من بعض المستشفيات لتشارك بشكل تطوعي هنا في هذه التجمعات. لذلك أريد أن تفاصيل يعني أكثر، ينضم إلي الآن الدكتور أحمد جان، هو المتخصص أو المسؤول عن الفرق الميدانية الطبية في صحة مكة. بداية أهلا وسهلا بك على شاشة العربية. كيف يتم التعامل مع هؤلاء الفئة؟ كيف يتم الوصول لهم أو التواصل معهم؟ حياك الله أخوي، مع الدكتور سلمان جان من الشؤون الصحية في مكة. تحية لك وتحية لفريق العمل والمشاهدين. في البداية مثل هذه الحملات تعكس جهود الدولة في تقديم الرعاية الصحية ومنها اللقاحات لجميع شرائح المجتمع بمختلف الأحياء السكنية، وتنفيذ مثل هذه الحملات يعكس حرص القيادة الرشيدة أيدها الله ممثلة في وزارة الصحة السعودية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لإيصال الخدمة الصحية ومنها اللقاحات لهذه الأحياء التي يغلب عليها العشوائية لتطعيم جميع سكانها سواء المقيمين النظاميين أو من مجهولي الهوية. السؤال الأهم الآن، لما يجيك شخص ما عنده لا إثبات ولا هوية، كيف تتأكد من معلوماته؟ كيف تسجل في السيستم؟ كيف تعطي شهادة على السريع الله يرضى؟ طيب، يتم التنسيق أولا مع ممثلي الجاليات ويتم إحضار الشخص وتعريفه ثم تسجيله في النظام عبر آلية محددة من مقام الوزارة وتطبع له شهادة تطعيم. شكرا لك كمان سلمان جان، المشرف على الفرق الصحية الميدانية هنا في صحة مكة. شكرا جزيلا لك مراسل العربية سلطان السلم. كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن أكثر من 200,000 مواطن ومواطنة لم يسبق لهم العمل دخلوا إلى سوق العمل خلال 5 أشهر الماضية. وزارة الموارد البشرية أشارت أيضا إلى أن إجمالي المواطنين الذين توظفوا منذ بداية 2021 وحتى مايو الماضي تجاوز 420,000 سعودي وسعودية، مضيفة بأن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت نحو 35%، بينما المستهدف خلال 2025 كان 30%. رابع مستمرات تتابعون فيها بعد قليل. كأضخم إنتاجات الدراما السعودية، مسلسل إرشاش يلفت الأنظار ويسرد قصة أشهر قطاع الطرق. وزير الطاقة السعودي يدعو إلى العقلانية قبيل اجتماع أوبك بلس ويؤكد على دور السعودية المحوري في سوق النفط. وأسواق النفط العالمية تترقب الاجتماع الحاسم لأوبك بلس حول رفع الانتاج وتمديد الاتفاق.
مصادر العربية تكشف عن آلية تفويج الحجاج هذا العام، 6,000 حاج كل 3 ساعات. الموارد البشرية تعلن توظيف أكثر من 400,000 سعودي وسعودية منذ بداية العام الحالي. ومسلسل أو كأضخم إنتاجات الدراما السعودية مسلسل رشاش يلفت الأنظار ويسرد قصة أشهر قطاع الطرق. أهلا بكم من جديد. في أواخر الثمانينيات الميلادية انتشرت مجموعة تمتهن قطع الطرق يقودها زعيمهم إرشاش الذي كان في مطلع 20 من عمره. هذه الجرائم التي سبقت تأسيس جهاز أمن الطرق في السعودية عادت للفت الأنظار عبر مسلسل درامي يعتبر أضخم إنتاجات الدراما السعودية، وبدأ عرضه عبر تطبيق شاهد في آي بي قبل أيام. المزيد في التقرير التالي. في أواخر الثمانينات الميلادية برزت مجموعة من قطاع الطرق باتجاه طريق الحجاز الذي يسلكه الحجاج والمعتمرون إلى مكة المكرمة، يقودهم زعيمهم رشاش الذي ترك وظيفته في المنطقة الشرقية واتجه لقطع الطرق يتبعه عدد من المجرمين في حملاته الإجرامية. قبل أن نتكلم عن دوافع الجريمة ندور على واحدة من 4 دوافع، إما انتقام أو قوة أو سيطرة أو تعويض. في موضوع التكوينات الإجرامية أو التكوينات العصابية اللي تكون فيها 3 أشخاص أو أكثر، الموضوع يكون مختلف، يكون في عندنا زعيم واللي هو رأس الهرم، وبعد كده يكون عنده المعاونين واللي هم في المرتبة الثانية واللي يكونون هم الأكثر إيمان والأكثر ولاء له، بعد كده يكون في عندنا مرحلة الجنود. الزعيم هو حالة خاصة تعتبر في تحليل السلوك الإجرامي، لأنه مو من الممكن أنه يكون عندنا شخص يأثر بشكل كبير على أكثر من شخص إلا ويكون عنده عنصرين مهمة جدا اللي هي الكاريزما، وثاني حاجة اللي هي الذكاء المتوسط أو الأعلى من المتوسط. هو يعرف كزعيم هو يستهدف مين علشان يبث فيه الأفكار الإجرامية اللي من بعد كذا يعطيهم المسؤولية. في محافظة شقرة وفي تلك الفترة كان السكان يخشون السفر إلى مكة المكرمة لكثرة جرائم العصابات على ذلك الطريق. عبد الله التميمي اضطر للسفر مع أحد زملائه حتى فوجئ بكمين أعدته عصابة رشاش. انزلوا علينا بسرعة وعلى طول توجهوا سيارتي، فجروا الكفرات السيارة، ومن ثم أخذوا النقود اللي معنا 2000، أنا أخذوا من جيبي 2000 وعليها شوي، وأخذوا شنطة سمسونايت فيها فلوس وفيها أوراق ومستندات خاصة بي، وحتى زميلي رحمة الله عليه عبد الله الشوير خذوا من مخباته بعد الموجود معه، واطلق النار علي. الأولى صابتني مع الساق، مع جنب الساق، والأخرى على ساعد يمين، وهذه إصابة يعني بليغة نوعا ما، وكان يعني يريد أن يطلق علي. رشاش، حكمت المحكمة بأنك مذنب بالتهم المنسوبة إليك. بعد تلك الحوادث المتتالية من قطع للطرق وسطو وسرقة، أسست الدوريات الخاصة لأمن الطرق التي تتوزع على جميع طرق السفر في السعودية. هذه القصة التي يتذكرها طيف واسع من السعوديين يعيدها للأذهان مسلسل رشاش من إنتاج MBC ستوديوز، ويكشف خفايا ما حصل من جرائم نفذها رشاش وعصابته قبل 30 عاماً، بالاستناد على وثائق وفيديوهات أمنية وبإنتاج سينمائي لقصة بوليسية سعودية. من الرياض، عبد الواحد الحميد، العربية. ينضم إلينا من مدينة الظهران الروائي والكاتب والناقد السعودي سعد الدوسري. أستاذ سعد، حياك الله معي في نشرة الرابعة. مسلسل رشاش الآن يعني مر بعدة فترات، كان العنوان العريض به بأنه ترند في تويتر مثير للجدل، اختلف عليه الجميع حول مسألة عرضه أو عدم عرضه، حتى وصولا إلى أن عرض بشكل مفاجئ قبل الموعد المحدد لعرضه في 9 يوليو. كل ذلك يجعلنا نسأل عندما نتحدث عن رشاش، كيف يمكن أن نتصور رحلة الدراما السعودية بدءا من هذا العمل، وليش رشاش؟ بلا شك التوجه الآن توجه نحو تأصيل الحالة الدرامية
في المجتمع السعودي خاصة بعد 2017. المكان اللي فيه طبعا الهامش ارتفع إلى شكل منفت ومفرح بالنسبة لصناع الدراما. الآن نحن بصدد أعمال مثل الرشاش، أعمال كثيرة. الآن المسؤولين في المنصات يتنافسوا بشكل واضح حول استقطاب الكفاءات السعودية في صناعة الدراما، كفاءات سواء على مستوى المخرج، سواء على مستوى الكاتب، سواء على مستوى النجوم التمثيل. الآن في حالة لصناعة الدراما قريبة جدا من الحالة اللي نعيشها اليوم في صناعة الأفلام السعودية، الدورة السابعة. عندنا مشاركين في مسابقة السيناريو والإخراج والتمثيل. أصبحت الحالة قريبة جدا من حالة الأفلام السعودية اللي تطورت بمعزل عن أي هامش كانت قبل 2017 تتطور. الآن نحن نشهد تطور آخر لافت في موضوع الدراما. الرشاش هذا المسلسل واجه كثير من خطواته الأولى، واجه كثير صح. من المعوقات. المعوق الأول كان لماذا هذا نختار قاطع طريق، ماذا سيفيد المشاهد من طرح قصة قاطع طريق، تشكيك في النوايا من وراء إنتاج المسلسل وغيره. أيوة طبعا. الشاهد أنه شاهد نجحت في أنه تستمر في هذا العمل وتصر عليه، استقطبت كثير من الكتاب، وكنت أنا حريص جدا بأنه أتابع مراحل إنتاج هذا العمل من أيامه الأولى، من أول ما كان فكرة. كان أنت شاركت أو تابعت الأمل والطموح أنه يكون؟ لا أنا ما تابعت ولا شيء، تابعت فقط. كنت في لقاء مع فادي إسماعيل بأيام كان موجود في ام بي سي ستوديوز قبل أن تكون ام بي سي ستوديوز، وكانت النية من ذلك الوقت. الشاهد أنا أقصد أنه أنا أرى أنه حالة رشاش، مسلسل رشاش، مش حالة رشاش الشخص، إنها حالة إيجابية ستقودنا إلى رصد كثير من القصص. طب خلينا نتكلم معك جيد، ما قبل خلينا نتكلم معك من وجهة نظر فنية. بوهتان، شفت الحلقتين الأولى، خط الدرامي، النص، الحوار، اللغة المستخدمة، الإخراج، التصوير، كيف شايفه؟ في مثل هذه الأعمال دائما يحكم عليك التايب العمل، يعني الجنرا إيش هي. أنت تبغى غموض، تبغى خيال علمي، تبغى رصد قصص جريمة، فهو يعتبر من الجنرا اللي اسمها كرايم، اللي هي الجريمة، مسلسلات جريمة تركز على حياة مجرم إلى القبض عليه. هذا النمط هو نمط عالمي، يعني موجود في كل الأعمال اللي فيها جريمة، تمشي بهذا الشكل، تمشي بهذا السياق. ما في يعني إنه أنت تقول أنا ببدع خط جديد أو لون جديد في هذا العمل أو في مثل هذه الأعمال. فهو تابع إلى الجنرا أو الصنف كرايم، جريمة. حنشوف العمل ينساق وراء متابعة حياة هذا المجرم قاطع الطريق إلى أن يقبض عليه وإلى أن تنفذ فيه الدولة حكم القصاص. كذا حتصير المسألة. لكن القصص الجانبية على هامش هذه القصة مثيرة، اللهجة كيف شايفها المستخدمة يعني مفاجئة. يعني أنا تابعت المسلسل، لفت نظري مثلا، وفي ناس كثير تكلمت عن هذا الموضوع، أنه اللهجة المستخدمة ربما هي غير مناسبة للهجة اللي كان لهجة الشخصية مثلا، أو أنه مثلا وردت عبارة الدرك. إحنا ما نقول في السعودية درك على العسكر أو الشرطة، صح ولا لا؟ أبو محمد، إذا كان في أخطاء دائما يكون في كل عمل، لازم مهما كان العمل، من نتذكر ليالي الحلمية، عمل عظيم وكبير وضخم، ولكن يعني صادف مجموعة من الأخطاء اللي يمكن تكون تاريخية، يمكن في مواضيع أخرى. بالنسبة للهجة في سؤال ثاني، أنا أقول أخوي خالد لازم يكون في كل الأعمال الضخمة اللي مثل هذه الأعمال، لازم يكون في مشرف على السيناريو، لازم يكون شاب سعودي من نفس المنطقة يحضر تصوير كل الحلقات ويتابع اللهجة بشكل دقيق حتى لا تقع مثل هذه الأخطاء. في سؤال ثاني، إنه أنا لما شفت المسلسل حسيت إنه في تشابه على الأقل في المقدمة بين ناركوس
يمكن الحالة تتشابه بين ناركوس وبين إرشاش، كون أنهم تجار مخدرات. البداية كان من مطاردة أمنية في إرشاش، مطاردة لعملية أيضا لأحد أصدقاء ناركوس، بعد ذلك أصبح رجعوا باك جراوند للشخصية نفسه لمراحله. هذا ما حصل في إرشاش، كان في طغيان مثلا لفهد أو لرجال الأمن على الشخصية الأساسية المحورية اللي هو إرشاش. هذا ممكن يخلينا نسأل إن كان هذا العمل تعرض لقص أو بتر في حلقات، خاصة في فترة التوقف أثر على هذا العمل بشكل كبير. صرنا نشوف إنه المسلسل هذا ممكن نسميه فهد اللي هو رجل الأمن أكثر منطقية من إنه نطلق عليه إرشاش للشخصية المحورية في هذا المسلسل. تتفق أو تختلف؟ أنا أتفق معك كثيرا. العمل تعرض لضغط نفسي بعد ما أعلن عنه، بعد ما أعلن عن إنجازه تعرض لضغط نفسي كبير من قبل الشارع، وهذا شيء طبيعي لأنه هم ما يريدون أن يعودوا إلى مرحلة كانت قاتمة مثل ذيك المرحلة. كان في أخذ ورد في النهاية، القرار البث العمل هو اللي نجح، وإحنا أمام زي ما قلت أنت أنا ذكرت لك وأعيدها أنه أنا في أفلام الرعب دائما هالثيمة بتاعة الظلام، الموسيقى المخيفة، دقات القلب، هذه تشوفها في كل الأفلام اللي أفلام الرعب. أفلام الجريمة نفس الشيء، حتواجه نفس المشكلة، حتواجه أنك أنت أمام تشابه كبير بين هذا العمل وبين كل الأعمال اللي تناول قصة الجريمة. يعني لا تتفاجأ بهذا الشيء، وهي في النهاية مسلسل، يعني ما هو عمل سينمائي موجه إلى يعني إلى فئة مختلفة. لا، هذا العمل التلفزيوني الدرامي موجه لعامة الناس كل الأعمار، فيراعى فيها دائما مثل هذه الشروط لإيصالها بشكل كامل للمشاهد. على كل حال من المبكر طبعا الحكم وتقييم هذا العمل، لسه احنا شفنا حلقتين، باقي 6 أو 7 حلقات إن شاء الله. شكرا جزيلا لك من الظهران الروائي والكاتب والناقد السعودي سعد الدوسري. آخر أخبار الرياضة الآن مع ليليان. شكرا خالد، أهلا بكم. أعلنت لجنة الأولمبية الأسترالية اليوم أنها سترسل 442 رياضيا إلى أولمبياد طوكيو، وهي ثاني أكبر بعثة أولمبية في تاريخ أستراليا بألعاب مقامة خارج البلاد. وصل بعض أعضاء البعثة المكونة من 254 رياضية و 218 رياضيا إلى اليابان بالفعل من أجل الاستعدادات الأخيرة قبل انطلاق دورة الألعاب. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام من مباراة واحدة اعتبارا من دور الثمانية وحتى نهاية البطولة. تقام مباريات دور الثمانية والدور نصف النهائي في ملاعب مركزية في الشرق والغرب، وسيفتح الاتحاد الآسيوي باب التقديم أمام دول غرب آسيا التي ترغب في استضافة المباراة النهائية في 23 من نوفمبر. كما تقام مواجهات الأدوار الإقصائية في كأس الاتحاد الآسيوي من مباراة واحدة أيضا بدلا من مباراتي ذهب وإياب. للمرة الأولى منذ مونديال 66 تكون الفرصة سانحة أمام المنتخب الإنجليزي للتأهل إلى نهائي بطولة كبرى، وذلك عندما تواجه منتخب دنمارك على ملعب ويمبلي في نصف نهائي بطولة أوروبا. تصب التوقعات في صالح إنجلترا التي لم تخسر حتى الآن وتملك تشكيلة أكثر قوة وتستمتع بميزة اللعب على أرضها وأمام جمهورها. التقى المنتخبان الإنجليزي والدنماركي في دوري الأمم الأوروبية في ويمبلي في أكتوبر الماضي، وانتهت المباراة بفوز الضيوف بهدف من ركلة جزاء نفذها كريستيان إريكسون، بينما انتهت مباراة الذهاب من دون أهداف. من جهته أكد مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت إن الجناح بوكايو ساكا سيكون في كامل لياقته وجاهزا للمشاركة أمام الدنمارك في لقاء نصف نهائي البطولة. وقال ساوثغيت إن اللاعب عاد للتدريب بصورة كاملة مع الفريق ويفترض أن يكون على ما يرام. سيتعين على منتخب إنجلترا الحفاظ على تركيب
تركيزه بصورة أكبر بسبب الحماس الذي طرأ على أداء منتخب الدنمارك بعد حادث أريكسن، حيث انصب الكثير من الاهتمام على كيفية تماسك اللاعبين واستبسالهم بعد سقوط زميلهم خلال مباراة فنلندا، بينما علق ساوثغيت على ذلك قائلا إنهم يركبون موجة من المشاعر، لكنهم كانوا مقاتلين متحمسين بكل تأكيد. يلعب منتخب دنمارك بخطة وأسلوب واضحين، وهو ما أسهم بقوة في وصوله للمربع الذهبي. عاد الأهلي إلى سكة الانتصارات التي غاب عنها في الجولة الماضية، ممطرا شباك سموحة بأربعة أهداف مقابل لا شيء ضمن الدور المصري. محمد شريف انتظر حتى الدقيقة 40 ليفتتح أهداف الأهلي، وأضاف حسين شحات الهدف الثاني بعدها بدقيقتين قبل أن يحصل الأهلي على ركلة جزاء سجل منها علي معلول الهدف الثالث. في الشوط الثاني زاد محمد شريف الغلة لفريقه مسجلا الرابع، وهو هدفه الثاني في المباراة. بهذه النتيجة ارتقى الأهلي إلى المركز الثاني ب45 نقطة، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 40. قلب الجيش الملكي تأخره بهدف لفوز بهدفين على ضيف اتحاد طنجة ضمن الجولة 25 من الدوري المغربي. تقدم اتحاد طنجة بهدف سجله توفيق أجرتون. الجيش الملكي عدل النتيجة عن طريق عمر الجراري، ثم أضاف إبراهيم دحمون هدف الفوز للفريق العاصمي في الدقيقة 4 من الوقت بدل ضائع. يرفع الجيش الملكي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، ويتوقف رصيد اتحاد طنجة عند 32 نقطة في المركز السادس. نهاية أخبار رياضة، شكرا لمتابعتكم، أعود إليك خالد. شكرا ليليان. انتهت الناشطة البيئية خلود الفضلي من العمل على أكبر خارطة للعالم، صنعت من 300 ألف غطاء بلاستيكي لعبوات المياه بعد 40 يوما من العمل وبمشاركة عدد من المتطوعين. المبادرة التي تزامنت مع اليومين العالميين للبيئة والمحيطات في يونيو الماضي لفتت الانتباه إلى أهمية إعادة تدوير البلاستيك والحفاظ على البيئة والثروة المائية. ومن المفترض أن تحقق الناشطة السعودية رقما قياسيا لأكبر خارطة للعالم من الأغطية البلاستيكية بتجاوزها ما حققه ناشط بيئي في لبنان عام 2020. تكون أطول حالات الظل اليومية في حال الشروق والغروب، وأقصر هذه الحالات في حال الزوال، وعند وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال أيضا. خالد الزعق والتفاصيل. من داء الصبابة بلغ شبيهة ضوء الشمس ألا تلاقيها. يقول قايس لا مني مت من حب ليلى، لا تنسون تسلمون لي عليا. والعرب يشبهون جمال المرأة بضوء الشمس، والضوء له مكانة عالية وراقية عند العرب، ولهذا الشريعة الإسلامية ربطت مواقيت صلاتها النهارية بظل الشمس. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.
فالظل يطول ويقصر يومياً وفصلياً، فأطول حالات الظل اليومية تكون في حال الشروق وفي حال الغروب، وأقصرها تكون في حال الزوال. والعرب يسمون ما قبل الزوال بالظل، وما بعد الزوال بالفي. وأطول حالات الظل الفصلية تكون في حال الشتاء، وأقصر حالات الظل الفصلية تكون في حال الصيف. والظل ينعدم على جميع المواقع الواقعة على مدار السرطان في حال وصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الشمال، في سلطنة عمان والإمارات والسعودية ومصر وليبيا والجزائر والمغرب. وكلما ابتعدنا عن هذا المدار كلما زادت حالة الظل. والعرب يقولون الصديق المزيف كالظل، يكون معي وأنا تحت الشمس ويختفي في حال سواد الظروف. ختام الرابعة بالعناوين. وزير الطاقة السعودية يدعو إلى العقلانية قبيل اجتماع أوبيك بلس، ويؤكد على دور السعودية المحوري في سوق النفط. أسواق النفط العالمية تترقب الاجتماع الحاسم لأوبيك بلس حول رفع الإنتاج وتمديد الاتفاق. مصادر العربية تكشف عن آلية تفويج الحجاج هذا العام، 6,000 حاج كل 3 ساعات. الموارد البشرية تعلن عن توظيف أكثر من 400,000 سعودي وسعودية منذ بداية العام الحالي. وكأضخم إنتاجات الدراما السعودية، مسلسل إرشاش يلفت الأنظار ويسرد قصة أشهر قطاع الطرق. إلى اللقاء.